الخير في راسي. اليوم ما عرفتش فين كاينين بعدا. كاين عندنا احسن محل سماك اكادير وحق. اش هي الطرف علينا بلوك في الشتاء؟ واه ما جاش صاحبي. السلام عليكم صفر صار عصبي حله جديده عيد سد خوت هادو عفوتو من الاخر صافي هادو راه بروتوكول واخا شوفوها الزواق وداكشي ها من برا اما لداخل طلع على من الله اش كاين والله راه من الله وصدقوا لصقوا لي يا صاحبي صحابي واخا جاب الله ما شريت انايا واحد السيد كان سيري شي فلوس هو اللي شراها قلتو صقوا لي ب 200 درهم اصاحبي ماشي حشومه عليكم اصاحبي لان البروتوكولات والزواق وهاد زعما كتشارجي وتصاور حنايا كنشوفوا المظاهر في هاد الوقت هذا فاش كنت لا والين قلبتها كاع واقيلا المهم قلت هادو عفوتهم شرو دوك البيضين مزيانين المهم شي حاجه كاليطي ما شي عفوتهم نقولوا لكم الاخر انا راه حسن التجربه ديالي حكم التجربه ديالي جربتهم والو حق ربي لا الزباله بالله شرو زياد حس عيد عاديين والله الا يا سلام كتصنتو كتعرفوا واش تصنتو واش شرا تصاور والله الا قال لي الناس قالوا لي ب 100 2600 اللي قال لي واحد السيد وانا شريتهم 4000 صدقني يا صاحبي والله الا حشومه بالله هادشي عفوتهم نقولها لكم راه خوتنا نتوما والحمد لله فاش جات بعدا هاد الشتاء نهضروا اليوم عرفت فين كاينين بعدا كاين عندنا احسن محل سماك اكادير وحق الله بالروج ولا جو عنده بو فالو برجر شي حاجه سلام مرادما ديما وطالما وطالما فينا والله الا ما يكثر خيرهم في هاد النهار الحمد لله والله الحمد لله على الافتتاح الناس مزيانة والله والله عمرها الله يسخر لهم طلبوا معنا الله الله يسهل عليهم ويسهل الجميع ومن ناكل ندير بعدا الخير في راسي قلبنا بلسان الحمد لله الله يسهل الله عمرها هذا وانا اش انت اش بان لك هذا المناشر اي مرات هو ادرار بوفالو برجر يلا حلو واحد المحل ويجو هنايا طاكوس طماطم حق ربي لا طاكوس قداش نوا تبارك الله 25 درهم غتلاقوه في شي بلاصه جيو هنايا وقريو كنزو فهمتو المهم لي ما طاكس شي معلومه جديده ولا شي حاجه اليوم جينا على حساب بو فالو برجر اي ما طاكس بالبيتزا